ان شاء الله راني ناجح دوز لي ماتشي مزيان بقات لي ماتشي واحد الاس بي تي وغادي بريباري معاه دابا ان شاء الله باش نبدا يفرحني بعدا ويفرح والدي. البوان دو في ديالي على الامتحان ناسيونال اللي داز سوا اللي دوزو في ريجيونال ناسيونال الامتحان كان في المتناول بالنسبه للتلاميذ اللي بريباري لي كور ديالو راه غيجي امتحان يعني ساهل. بالنسبه للتلاميذ اللي ما بريباريش راه سي نورمال ما غيقدرش يخدم وغيقلب على طرق الغش بزاف ديال الحوايج وغيسميها في الاساتذه. دونك امتحان داز من اسهل الامتحانات اللي دازو في يعني في المغرب في الوطني هو هذا الامتحان اللي دازو هذا. اول حاجه ناقص لهم الدروس بالنسبه للماتيغ ديالي ناقص لهم جينيتيك دو بوبيلاسيون ناقص لهم عاوتاني دي بارتي اخرين يعني شنو باغيين جيولوجي تحيدات. دونك راه كاين داكشي في المتناول تنتمنى غدا ان شاء الله الاس بي تي دوز مزيان والتلاميذ ديالي كاملين ينجحوا. هادشي كيدخل من الجمارك دونك خاص الدوله تمنع هاد لي في اي بي اللي كيدخلوا من الجمارك باش تحارب هاد الطرق الغش هادشي ديال لي في اي بي ولي جروب ديال تيليجرام تسريبات ودشي في اي بي واحد الكيت كيستعملوه الدراري باش ينقلوا. المهم هادشي اللي عارف فيه ما عنديش شي درايه كبيره في هاد المواضيع ديال الغش. التلاميذ كنبغي نقول لهم خذوا البكالوريا ديالكم ديروا شي يونيفرسيتي ولا شي ايكول سوبيريور خذ شي ديبلوم لي اكريديتي باغ ليتا تقدر تصوفي بيه حياتك وتخدم بيه ان شاء الله.